عن الانتهاكات التي تقوم بها القوات الحكومية والميليشيا ضد أهالي الطارمية والتي وثقتها المراكز الحقوقية وأدانها مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية في بيان الله. ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية فايز الشاووش. سيد فايز، مرحبا بكم. يعني بداية، أدنتم في مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية في بيانكم ما يجري من انتهاكات ضد أهالي الطارمية، ولكن هنا على من تلقون بالمسؤولية حيال ما يحدث في قضاء الطارمية؟ يعني بكل تأكيد في البدء أحييك وحيي مشاهديكم الكرام وكل الأحرار في العراق. ما يجري الآن في قضاء الطارمية ليس بجديد، بل سبقته عدة محاولات وهي ترمي إلى التغيير الديمغرافي، تارة بخلق مشكلة وتارة باغتيالات وتارة بخطف. ولو كانت النية هي لوجود إرهاب هناك، لماذا تستهدف البيوت وقتل واعتقال الأبرياء وحرق وتجريف كل البساتين الموجودة هناك؟ هذا ما يدور في الطارمية هو ليس مخطط من قبل الحكومة أو قادة هذه الميليشيات، إن كانت من الجباء أو غيرها، بل بدعم إيراني يحمل فكر عقائدي متطرف. وبالتالي على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها أو تعلن بأنها لم تتمكن على اتخاذ القرار من قبل هذه الميليشيات المستهدفة في جميع مناطق حزام بغداد. وما يجري الآن هو أشبه أو بنفس الطريقة الذي أجريت في جرف الصخر وفي مناطق المحمودية وفي ديالة وفي غيرها. هناك مشروع لتغيير ديمغرافي تسعى إليه إيران وأجندتها في العراق، بواسطة أجندتها في العراق، بالاتكاء على أجندتها في العراق من أجل التغيير الديمغرافي ومن أجل تهجير أبناء هذه المنطقة وغيرها من المناطق لكي تضم إلى سمراء وتسمى مستقبلا بالمدينة المقدسة. سيد فايز، اتهمتم بشكل مباشر ميليشيا النجباء بما يحدث في قضاء الطارمية، لكن هل تعتقد أن هذه الميليشيات تأتمر بقياداتها الظاهرين، أم تعتقد أن هناك ربما من يستخدمها لتنفيذ أجندة ما؟ يعني بكل تأكيد هي أجندة. يعني إيران بعد 2003 يعني ركزت على بناء أجندة إلها من ميليشيات وأحزاب، وبالتالي هذه الميليشيات لا تأتمر بقادتها بالعراق، بل هناك سلطة أعلى وهي في طهران. الحكومة الإيرانية هي التي تأتمر قادتها، وعلى هذه الميليشيات النجباء أو غيرها أن تنفذ ما تسعى إليه إيران بواسطة أدواتها من قادة الميليشيات والميليشيات الموجودة. يعني شيخ فايز، بعدما سيطرت الميليشيات على جنوب بغداد من خلال ناحية جرف الصخر، هل تعتقد أن الميليشيات تريد السيطرة على شمال بغداد لتحكم قبضتها على المدينة؟ بكل تأكيد يعني على شمال بغداد وعلى جنوب بغداد لكي تسيطر وتحكم السيطرة على بغداد، لكي يتم المشروع الإيراني في مدينة القرار العراقي وهي العاصمة بغداد، لكذلك لينتشر الفكر العقائدي الذي جاء به خميني عام 1979. وهؤلاء الموجودين من حكومة وميليشيات هم ليس إلا أداة ولا يملكون أي قرار ما بعد فقط القرار للسلطة الإيرانية ولملاذ إيران. إذا ما تحدثنا شيخ فايز على موضوع موقف الحكومة، يعني أنتم تفضلتم وقلتم بأن عملية تغيير ديموغرافي تحدث في الطارمية، إذا كان الأمر كذلك، يعني ما موقف حكومة الكاظمي من هذه الانتهاكات المجرمة بالقانون وأيضا من ناحية طبعا المواثيق الدولية؟ يعني هو بالقانون والمواثيق الدولية أي حكومة، إن كانت حكومة الكاظمي أو التي سبقتها، هي من تتحمل المسؤولية. ولكن ما يدور بالعراق الآن، الحكومة فاقدة للشرعية ولا تملك القرار، بل إنما القرار للميليشيات وقادة الميليشيات بدعم إيراني واضح، والحكومة ليست إلا أداة ورسالة إلى المجتمع الدولي بأن هناك حكومة موجودة بالعراق، ولكن للأسف هي لا تملك أي سلطة وأي قرار، وفي بعض الأحيان هي التي تكون داعمة لهذه الميليشيات لتسهيل أمر معين. المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية فايز الشاووش، شكرا جزيلا لكم.